السفير الفلسطيني بالقاهرة معالي السفير دياب اللوح كان عامل النهاردة مؤتمر صحفي بخصوص طبعا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، واتكلم طبعا عن يعني شرح للموقف الفلسطيني، شكر وتأييد وتسمين للدور المصري في التعامل مع هذا الملف. فخلونا نتابع جزء من المؤتمر الصحفي لسفير دولة فلسطين بالقاهرة ونرجع لحضراتكم تاني. في ظل التطورات الحادثة في فلسطين وتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية ممنهجة من قبل الحكومة الإسرائيلية اليمنية المتطرفة، مطلوب من كافة الأطراف الأشقاء والأصدقاء والعالم والمجتمع الدولي العمل على فتح ممرات إنسانية، إعادة ربط قطاع غزة بالخدمات الحيوية خاصة الكهرباء والمياه، وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة لإغاثة المواطنين الفلسطينيين خاصة في المجال الطبي، وعدد تفعيل وتشغيل القطاع الصحي الذي هو شبه منهار في قطاع غزة. 2. توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي ليس في قطاع غزة فقط وإنما في أنحاء الضفة الغربية والقدس. 3. التحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني بشكل عاجل لوقف هذا العدوان بشكل نهائي وإطلاق مبادرة سياسية جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة في خطوط عام 67 وعاصمة القدس جنبا إلى جنب إلى دول وشعوب المنطقة والعالم، لكي يعيش الشعب الفلسطيني ويعيش أطفال الشعب الفلسطيني بأمن وسلام كاملين. نحن نشكر مصر شعبا وقيادة، نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرته منذ اللحظة الأولى لإجراء اتصالات مع كل الأطراف من أجل وقف هذا العدوان، ونشكر فخامة الرئيس على تسيير قوافل الإغاثة التي ما زالت تنتظر بوابة معبر رفح للدخول إلى غزة، ونشكره أيضا على تقديره وتقييمه العالي بعدم السماح بتهجير أبناء قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة، لأن من شأن ذلك أن ينهي وأن يشطب القضية الفلسطينية التي مصر ورئيسها وقيادتها حريصة كل الحرص أن تبقى حية نابضة على طاولة المجتمع الدولي حتى تجد حلا عادلا لها.